منذ بدايات أزمة كورونا والجامعة تبذل جهود حثيثة لمجابهة هذه الجائحة، منها التنسيق الكامل والتعاون الكامل مع الشؤون الصحية في محافظة حفر الباطن. وقد تم التنسيق الكامل مع الشؤون الصحية، وتم تشكيل لجان، وتم تسليم 20 وحدة سكنية من أسكان أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للشؤون الصحية في حفر الباطن لاستخدامها في العزل، وذلك في التعاون جميع الأجهزة الحكومية لمجابهة جائحة كورونا.